الشاسه زملاء في فريق الحكومه والمعارضه حضور الكريم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. امام تزايد مديونيه الدوله التونسيه وامام غياب الاستراتيجيات الواضحه في التعامل مع هذه الازمه التي شملت كل القطاعات، ولعل من بين اهم هذه القطاعات المتضرره هو قطاع الوظيفه العموميه، والذي يعتبر بحد ذاته مشكلا ومصدرا للازمات الاخرى. ولذلك نحن نرى انه من الواجب التدخل السريع لاعاده النظر في المنظومه التشغيليه في الوظيفه العموميه. ولهذا نحن مع مقوله المجلس الذي يرى بوقف الانتداب في الوظيفه العموميه. وقبل ان نشرع في بيان المحاور التي اعتمدناها في بناء حججنا وحتى تكون المناظره سهله المفاهيم، أود أن أشير إلى مفهوم الانتداب، وهو تلك الوضعية القانونية التي من شأنها تمكين الموظف من ممارسة مهامه في قطاعات العمل العمومية. وأما عن الوظيفة العمومية فإننا نقصد بتلك المرافق العمومية التابعة للدولة كالصحة والتعليم وغيرها من المنشآت التابعة لها. سادتي الحضور، زملائي في فريق التأييد والمعارضة، جئناكم في معيتنا ثلاث محاور سنبينها تباعا خلال هذه المناظرة. أما أنا فسأتناول الموضوع من جانبه الاقتصادي والجانب التنموي، وأما زميلتي فستتناول الموضوع من الجانب الاجتماعي. إذن إن الانتداب في الوظيفة العمومية عمق الأزمة الاقتصادية وزاد في تعميقها. لا يخفى عليكم ولا يخفى لأي ناظر مطلع على الشأن العام عدد العمل المتزايد والفائض. يعني عنا عمل زائد عن حاجة المنشآت العمومية، وبالتالي إذا عنا عمل مرتفع بالضرورة سيؤدي بنا إلى يعني تخصيص أجور كبيرة ومرتفعة. والمشكل انه وما يعني المشكل انه عندنا يعني اكسيف في يعني فائض في عدد العمل الموجودين في المؤسسات الدوليه، واجور معناها كبيره وضخمه معناها تصرف على اساس اجور ومنح وعلاوات، الا اننا نعاني من تدني في مستوى المردوديه والخدمات المقدمه. شكون منا نهار ما مشاش البوسطه ولا القبضه ولا وما تشكيش من المعاملات اللي توجه معناها الخادمين او الساهلين معناها العاملين في تلك المؤسسات الحكوميه. تفضل. اذا اوقفت الانتدابات سننصرف عنها. ساجيبك وسوف يكون الجواب يعني في الـ في الـ في الـ في الانتاج. قلت ومن المؤسف ان الانتاجيه يعني السنوية للعامل التونسي تحسب بالساعات، يعني تخيل العامل التونسي يخدم في 365 يوم في السنة، ساعات معناها الإنتاجية بتاعته تحسب بالساعات، من المؤسف حقا يعني. ثم يعني حسب المديرة العامة للوظيفة العمومية تقول بأنه لدينا 100,000 عامل يعني يعملون بأقل من إمكانياتهم يعني وأقل من قدراتهم بكثير. ومع كل هذه المشاكل أنا أرغب في مزيد الانتداب. ثم صديقي أنه نحن مع وقف الانتداب ليس لأجل وقف الانتداب فحسب، وإنما نرى بأنه هو الحل. يعني نحن ندعو إلى وقف الانتداب ونحن مع هذه المقولة، لأن في وقف الانتداب سوف يكون الحل. قد تقول لي كيف؟ سوف أجيبك. كيف يعني سوف يكون وقف الانتداب هو الحل؟ سادتي الحضور، انه ساهم وعلى مده سنوات يعني الانتداب في الوظيفه العموميه في وقف او معناها كان عائقا دون الاستثمار. قلنا الاجور الكبيره التي تصرف للعاملين يعني في شكل منح وعلاوات، ومعنى هذه الاجور يعني معناها تحتل نسبه كبيره من ميزانيه الدوله. تخيلوا لو هذه الميزانيه مع هذه الاجور التي تصرف من ميزانيه الدوله لو احنا خديناها ويعني استثمرناها
لكانت هنالك فرص يعني شغل جديدة ومعناها ومواطن شغل جديدة وإضافية، وبالتالي حل أزمة البطالة التي ترون أن وقف الانتداب سيعمقها وهو على العكس تماما، يعني ترك الباب مفتوح أمام الانتداب في الوظيفة العمومية هو باختصار وقف له في المستقبل، وهي النتيجة الحتمية. يعني إذا كان وصلنا فترة الانتداب النتيجة سوف تكون حتمية لوقف الانتداب، ولكن وقف الانتداب هذه المرة سوف يكون بأزمة، فالأحرى بنا يعني أن نوقف الانتداب باستراتيجية ورؤية واضحة خير من إيقافه كنتيجة حتمية للعجز التام الذي سنصله آجلا أم عاجلا. إذا استمرينا على هذا المنهج مؤخرا يعني بعد ثورة القروض التي أخذت والتي أخذت على أساس يعني استثمارات وأنها على أساس تعيد معناها تحريك العجلة الاقتصادية وأنها مش توفر مواطن شغل جديدة، وجدنا في النهاية أن هذا كل مصارش وأنه صرفنا هذه القروض فقط في يعني شاري الخدمة اللي هم أساسا ما همش قاعدين ينتجوا. كم من مؤسسة يعني في الانتداب في الوحدات العمومية نصرف عليها وما ندخلش برشا يعني التعليم وزارة الشؤون الاجتماعية والأمثلة عديدة يعني نصرف عليها ما فماش تربية ما فماش إنتاجية وما فماش المدخل المتدخل الأول. يعطيك الصحة. موافقين في الأول اللي صحيح والبلاد تعيش مشكلة اقتصادية فما مديونية زايدة صحيح فما غياب استراتيجية بصراحة أكد اللي السياسة بتاعكم صراحة حتى تفتقد الاستراتيجية، لكن تكلمت على إشكال مثلا في الوظيفة العمومية على مشكلة تاع المردودية اللي هي طايحة. المردودية طايحة توقف الانتداب العمومي، ما شفناش كيفاش إيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية يحل مشكلة المردودية، بالعكس عندي ناس ماهوش منتجين نولي ما ندخلش حتى حد جديد، معناها هم مش منتجين نخليهم يبقوا يخدموا وحدهم بالمردودية الطايحة نتاعهم في بلاصة نجدد، على الأقل نجيب ناس اللي هما ينجموا يكونوا عندهم مردودية ولا ما عندهمش مردودية. نشوف منطق كبير الحكاية هذي. باش نتكلم على حاجتين مهمين برشا بالنسبة لنا في حكاية كونها حكاية خايبة سياسة خايبة اللي هي حمل المؤسسات العمومية من الطاقات الشبابية والكفاءات، والحاجة الثانية اللي هي تفاقم مشاكل الإدارة العمومية والضعف. خلينا نبدأ بحكاية تفاقم مشاكل الإدارة العمومية والضعف. حاجتي البيروقراطية والفساد. حكاية البيروقراطية إذا كان عندنا ناس ما همش منجين بقول الفريق المؤيد ونزيدوا نقص العدد نتاعهم، هذا الشيء باش يؤدي لكونها الحاجات اللي كانوا يعملوا فيها باش تولي أقل، وهذا باش يؤدي لكونها الملفات باش تزيد تكدس وباش تولي عندي مشاكل أكبر ومصالح الناس تزيد تتعطل في الإدارات في البلديات في البوسطة إلى آخره، وهذا الشيء باش يزيد يعمل لي مشكلة كبيرة أكبر واللي هي تعطل القطاع العمومي وتعطل القطاع الخاص والتراخيص والمشاكل الكل، وكذا باش يزيد يراكم المشاكل. كنت نخدم مثلا في إدارة فيها 10 بعد 5 سنين من الحكاية هذه خرجوا زوز تقاع ما فسرناش كيفاش باش يعوضوهم وصلوا قاعدين هذوما 8 باش يخدموا بطاقة 10 زعما، هل أنا ناس ما عندهمش مردودية أصلا باش يخدموا بطاقة 10؟ أشرت إنه نجيب ناس جدد معني في بلاصة اللي ما يخدموش باين اللي عندي نطردهم ولا نخليهم ولا نولي نخلص اللي عندي اللي ما يخدموش ونجيب نخلص اللي ما شفناش البديل وقت اللي تكلمت على كونه باش نوقف، ما شفناش البديل في كونه كيفاش علاش ما نصلحوش المنظومة في حد ذاتها. مجرد إيقاف الامتداد هذايا تشبه الإجراءات نتاع جلوب، نقص 25%، نقص عام سيمستر تريمستر، اللي هي حاجات مجرد حاجات سطحية اللي هي ما تعملش عمق المشكلة، وهذه مشكلة كبيرة برشا، هذه مسألة مبدئية باش تعرضها زميلتي في الحديث نتاعك. المسألة الثانية اللي نرجعها في تفاقم مشاكل الإدارة العمومية هي مسألة الفساد. طيب احنا عندنا استثناء الاداره العموميه طلع فيها مشاكل نتاع الفساد، مانيش باش نعمم مانيش نحكي على برسنتاج، لكن الناس هذوما على الاقل وقت اللي نضخوا دم جديد من الفريق باش يكون فما تاقلم على الحكايه هذيك، باش يكون فما ناس جدد جايين، دونك حتى كي الحاجات اللي متعودين عليها ما تكونش تتواصل، يعني اذا كان حاطين 5 من الناس وبقوا هما بيهم بعد 10 سنين ما يدخل عليهم حتى واحد جديد، اذا كان هما تفاهموا على حاجه فيها رشوه ولا فيها فساد وكل شيء باش تسهل الحكايه كونه هما باش يبقوا ديما عندهم نفس المفاهمه وكل واحد ياخذ نفس الباب، بينما كيف نضخ ناس جديده تدخل كل مره ممكن
بك الشباب الجديد اللي هو داخل مازال عنده المفل ومازال ما دخلش في الاحباط نتاع الاداره في الاحباط نتاع الاعمال بصفه عامه، ينجموا هم مازالوا مشتتين بالمفل هذيك ينجموا ياثروا وينجموا يراقبوا ونعمل فيهم سيطره على مساله الفساد هذيك الى حين. هذا بالنسبه للوحده، هذاك علاش نشوفوا كون حكايه الايقاف هذه باش تزيد مشاكل البيروقراطيه باش تزيد مشاكل الفساد في الاداره العموميه، هذاك علاش نعتقدوا كون هي سياسه فاشله. بالنسبة للحجة الثانية بتاعي هي حرمان المؤسسات العمومية من التقاطب الشرعية، ثلاثة نقاط في الحجة هذه، الأولانية اللي هي باش ترد الإدارة العمومية ضعيفة قدام القطاع الخاص، على خاطر الشباب باش يمشي للقطاع الخاص، خاصة الكفاءات الباهين فيه، بينما باش نحرموا، هذه النقطة الثانية، باش نحرموا الإدارات العمومية بتاعنا من الأفضل، الأولانية نتاع الجامعات والإنسان الممتازين وكل شيء، ما عادش يولي يدخل نتاع الاقتصاد نتاع أي اختصاص، ما عادش يدخل الإدارة العمومية، مش يولي يدخل المسائل الخاصة، وشنو هي قيمة الدولة، شنو هي قوتها باش تولي قدام القطاع الخاص؟ معناها باش يؤدي أكيد تطور القطاع الخاص، كونه باش يولي أقوى من الدولة. وهذه مشكلة كبيرة برشا، على خاطر نحن نحبوا كون الأزمة والكفاءة هذيك تكونوا الحلفاء نتاعنا في كون نصلح، وقت اللي نمشوا للإدارة ونعالجوا المشاكل نتاعها الحقيقية اللي هي ضعف التكوين، اللي هي ضعف الوازع الأخلاقي إلى آخره. الحاجات اللي هي نجم نعملها استراتيجيه كامله مش متعلقه فقط بالاداره العموميه، متعلقه بالاداره العموميه وشكون يضخ بالاداره العموميه بالجامعات الى اخره، كنا نتمنى نشوفوا الحكايه هذه من الفريق المؤيد، يحكي لنا على استراتيجيه يكون فيها اشراك مثلا للجامعات، اشراك للمدارس، التربيه الى اخره، اللي هي باش توصل للوظيفه العموميه باش تولي تستقطب احسن الكفاءات، الكفاءات اللي هي باش نعتمد عليها باش نصالحوا الاداره هذه. المساله الثالثه اللي هي مهمه جدا اللي هي طاقه التعلم. يكون عندي اداره هي باش تكسب الخبره اللي بعدها. اما خير نكسب الخبره هذه الناس الجدد عندهم طاقه للتعلم خاصه الحاجات الجديده كما الانفورماتيك كما البروغراماسيون اللي هي اسهل للشباب اللي هو متعود على التكنولوجيا، ولا باش نحبس الانتدابات العموميه واللي عندي مستوى الاعمار 45 50 الى اخره اللي هم ناس تصعب عليهم مهما تنفق عليهم في استاجات وكل شيء باش تخسر عليهم اكثر بياسر من الناس اللي هم ولوا اكثر مواكبين للعصر، ولا عندهم الانجليزيه ولا فاهمين قيمه البروغراماسيون ولا فاهمين قيمه التواصل الاجتماعي الى اخره، ينجموا يعرفوا المعلومات بسرعه الى اخره، وهذه مساله مهمه جدا وخاصه زاد كيف عدم استيعاب ساعات من الاختصاصات الجديده. على خاطر نعتقد ان مساله انتهاء وقف الانتداب في المسائل العموميه يؤدي لتفاقم مشاكل الاداره العموميه ويضعفها ويحرم المؤسسات العموميه من التقاطع في الفئه الشعبيه، هذاك علاش نعرضوا للسياسه. شكرا. وعقب عليه في نقطة هو خاصة كانت يعني هي البديل المقترح لإيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية. في مقابل تغير القطاع الخاص الذي ذكره زميلي من الفريق المعارض، نجد هيمنة الدولة على قطاع التشغيل وقد أثبتت عجزها في التعامل مع هذه الأزمة، وهذا لا يحتاج إلى تدليل عليه. وعلي فاني اؤكد ما ذكره زميلي منذ البدايه من ضروره ايقاف الانتداب في الوظيفه العموميه لما في ذلك اثقال كاهل الدوله اقتصاديا وعرقله المشاريع التنمويه، وهذا ما انتهجته كبرى الدول مثل المانيا او بريطانيا، وقد بدات المانيا القطاع الصناعي ثم وسعت سياستها لتشمل كل القطاعات بما فيها القطاع المالي والمصرفي. كذلك بريطانيا بانتهاجها لهذه السياسة ارتفعت أسعار أسهم شركاتها بنسبة فاقت 60%. أضيف حجة أخرى إلى الحجة التي ذكرها زميلي أن الانتداب في الوظيفة العمومية يصنع كائنا سلبيا في تعامله مع المتغيرات أو المستجدات الاجتماعية كالاحتجاجات والإضرابات التي يطمح أصحابها إلى تغيير واقعهم للأفضل، خصوصا أصحاب المهن الحرة. هنا نلاحظ تبردا تاما من جهة موظفي القطاع العام في تناهي واضح مع الدولة وسياساتها وإن كانت جائرة، وهذا ملاحظ ومشاهد ويرجع ذلك إلى الشعور الذي وهبته الوظيفة العمومية من حصانة معنوية وشعور بالرضا والاستقرار متمثل في راتب شهري ثابت لا يتغير حسب مردوديته وانتاجيته. لذلك من البديهي ان يرفض اي تغيير ويدعم الدوله مهما كانت قراراتها، وينحصر لديهم الشعور بالمسؤوليه الجماعيه تدريجيا حتى يختفي. معناها اما خير نخلوهم يقرروا عن الموظفين العموميين ونصلحوهم في حد ذاته، ليست الرؤيه العالميه كانوا خايبين نحوهم ونمشوا ندزوهم في الخاص.
ما أريد قوله أننا ماضون عاجلاً أو آجل نحو إيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية نظراً لما تشهده البلاد من عجز اقتصادي. لذلك يجب اتخاذ هذا القرار منذ الآن استشرافاً للمستقبل وإيجاد بدائل قد تغير من ملامح الوجه الاقتصادي للبلاد مستقبلاً، ولا نفترض للقطاع العمومي في التشغيل. أريد ذكر بعض مميزات القطاع العمومي في مقابل القطاع الخاص في مقابل القطاع العمومي، حيث أن القطاع الخاص يحرص على زيادة الإنتاجية وتحديث نوعية المنتجات وتخفيض التكلفة، ومن ثم تخفيض أسعار البيع وبالتالي زيادة الاستهلاك، مما يؤدي إلى زيادة في الإنتاج التي يرافقها الزيادة في العمالة وفي الدخل، وهذا ربما سيقضي تماما على البطالة في المستقبل، ولا نحتاج كما ذكرت القطاع العمومي حينها في التشغيل بسرعة عامة. باش نبدا بالحجة اللي ختمت بها أنت، قلت أنا جايين مع تسييس وقف الانتهاك. معناتها كاينه سياسه اكراميه ماهيش وفقه استراتيجيه، ما تخضعش لاصلاح حقيقي عميق، ما تخضعش لاصلاح عميق في وقت الانتداب. اغلاق الانتداب في الوظيفه العموميه زاده باش يخلق نوع من الحاله الاجتماعي وربما سياسي. كيفاش مثلا كنتي الطالب اللي يتخرج باش يلقى الدولة مسكرة وجه الانتداب العمومي في الدولة، شنو باش يصير؟ معناتها باش يبدا فما حراك نوع من الحراك الاجتماعي، الطالب هذاك عنده عائلة وراه، عنده التزامات مادية، يقرا باش يحب في الآخر مؤسسات الدولة اللي يقرا فيها يشوف روحه متوظف في المؤسسات هذيك. زادة ما ننساوش عامل آخر اللي هو النقابات واتحاد الشغل، السياسة كيف هي؟ نتصور باش تدخل في صدام مع اتحاد الشغل اللي هو ديما يدافع على الطبقة الشغيلة ويدافع على مبدأ الانتداب في الوظيفة العمومية. زيد تقولوا لي فما إثقال في الدولة بالانتدابات، يعني ما فماش مناخ سياسي مستقر اللي يسمح بالتوجه للخاصة، يعني ما فماش أرضية تشريعية اللي تسمح بالخاصة في تونس. زادة كيف عنا سلطة ولا قداش من حكومة في بعد الثورة، هذايا زادة عامل ما يلزمش ننساو، مش عامل تاع استقرار. دونك إيقاف الانتدابات وفق استراتيجية يلزمها استقرار سياسي ويلزمها إصلاحات عميقة، مش سياسات ترقيعية ومعالجات اللي من فوق لفوق اللي تزيد تسكن المشكل في وقت معين، لكن ما تلقاهوش علاج جذري. حبيت نحكي في اخر المناظره هذه على ثلاث نقاط مهمه جدا، اللي هي في الاخر حكايه السياسه هذه ولا عدم تطبيقها على مستوى الاداره والمؤسسات العموميه، على مستوى الشباب، على مستوى المجتمع والمناخ السياسي والاجتماعي في الدوله بصفه عامه. لكن في الاول نحب ان نشير انه السياسه ما كانتش واضحه، اثقال كاهل الدوله ما فسرناش مثلا كيفاش اذا كان باش ينقصوا العباد اللي ماهوش باش ينتدبوهم كيفاش باش يتم تعويضهم، كيفاش يتم تعويض المقاطعين، كيفاش السويع اللي باش تبقى باش يقسموها على البقيه، كيفاش السويع اللي باش يقسموها على البقيه زعما هذوما مش باش يكلفوا نفس الفلوس اللي كانوا يتدبوا في الجدد، هذه ماهيش واضحه كثير ما فسرناش. ثم نقطة أخرى زاد نحب نحكي عليها قبل ما نمر في الثلاثة نقاط نتاعي اللي هي مسألة الحركة الاجتماعي مهمة جدا. نحب ولا نكره الثقافة نتاعنا في تونس هي مسمار في حيط. احنا نحكوا على واقع ما نحكوش على شنو هو الإيديال شنو نحب. مسمار في حيط هي العقلية الموجودة تو. والعقلية الموجودة هي اللي لازم نتعامل معاها مش وين نوصلوا وشنو نحبوا نعمل. الناس تحب مسمار في حيط، تحب ولا تكره، الشباب يحب مسمار في حيط، موجود تسكر عليه يقول ما فماش وظيفة عمومية. كيفاش باش يكون ردة الفعل نتاع الإيجاب؟ كيفاش يكون ردة الفعل نتاع الاتحاد؟ كيفاش تكون رده الفعل نتاع اي عبد منا؟ تقريبا كلنا عندنا واحد في عائلتنا من غدوه مازال يتخرج ولا من بعد عام ولا عامين ولا اربعه باش يتخرج. كلنا نحبوا الناس هذوك اللي يقربونا وكل شيء يمشي في
الوحده العموميه، اي اعتصام باش نلقاه باش نمشي نتبع اللي هو ضد الدوله في القرار هذايا، كيفاش باش نتعامل مع المواضيع هذه وكيفاش باش نعالجوها، كيفاش نجم نعمل اصلاحات حقيقيه ويكون عندنا استراتيجيه في مناخ اجتماعي وسياسي بالطريقه هذه. هذه حاجه ما تركبش مع السياسه نتاعنا، احنا نشوفوا كان جديد نقسمها اكثر، خاصه نحن في مرحله بعد ثوريه اللي هي اصلا نعانوا من عدم الاستقرار وتعاقب الحكومات. به نقطه الاولى اللي هي اداره المؤسسات، حكينا لهم كيفاش الحكايه هذه باش تزيد الفساد باش تزيد البيروقراطيه على خاطر باش ينقص ضخ الدم الجديد اللي هو ماناش نحكوا كما هما الشباب اللي مشوفوا من جامعاتنا بالضروره معناها مثاليين، لكن نحن نعتقد كما هما مازالوا ما انخرطوش ما دخلوش في السيستم اللي هو ينجم يكون فيه بذور تاع بيروقراطيه وتاع فساد، واللي هما قادرين بالمبادئ اللي مازالت عندهم خاصه في فتره ما بعد ثوريه اللي هما مازالت عندهم اساسيات ومبادئ اللي هما مازالوا يحلموا كون يحققوها واللي هما باش تخلينا نسيطروا الى حد ما على مساله الفساد هذيك حتى لنعملوا الاجراءات الحقيقيه نتاع الاصلاح اللي هي تبدا من عمق نتاع المدرسه ومن عمق نتاع الجامعه واللي هي اللي توصلنا داخليات الاقتراحيات هذيك اللي هي ترجع الاداره المؤسسه العموميه القيمه نتاعها وتخليها منافسه بل هي افضل من المؤسسات الخاصه، وهذا اللي صنع نجاح بلدان كيف المانيا وكيف اليابان وخليها تبني النجم نتاعها. هذه الحاجه اللي لازمنا نخدموا عليها، مش ننطلقوا في مساله عدميه نتاع لا خايبين وفاسدين وما يخدموش وما عندهمش مردوديه، معناها نخلوهم ينقرضوا ونوقفوا الانتداب وكذا، ما شفناش الحكايه دي، والدوله كيفاش باش تخدم مع بعض؟ هي اصلا مش نجمه تسيطر على القطاع الخاص تو، تخلي القطاع الخاص يسيطر على كل شيء، احنا السياسيين بطبيعتهم هم بديل معناها مرتهنين القطاع الخاص حاليا، فما بالك يزيدوا يتطوروا اكثر وينشروا مثلا قطاع خاص اكسترا اللي هو البديل اللي نعتقد بصراحه انه هو فاشل اكثر وباش يزيد يعمق المشكله اكثر. المساله الثانيه الشباب، ما وريناش كيفاش الشباب اللي هو باش يتخرج بالالاف كل عام كيفاش باش نتعاملوا معاه، ما فسرناش كيف القطاع الخاص هذا باش يدزوا القطاع الخاص كيفاش. اصلا المؤسسات الخاصه اللي موجوده مستوعبه في مساله امتداد العباد هذوما. الاخرين اللي ماهيش باش تستوعبهم وين باش يمشوا؟ فما تمويل عمومي، فما مشاريع بالحق، فما دي ستارت اب، فما معناها نحان شو اسمه قيود بيروقراطيه وكل شيء، هذا كله ماهوش موجود وما نشوفوش كيفاش نجموا نتحققوا الحكايه هذه خاصه في المرحله الحاليه، نتمنى انه يكون فما مبادره خاصه من الشباب وستارت ابس والعقليه هذه الى اخره، لكن للاسف ليزانجريديون تاع الحكايه هذه مش موجوده تو. كيفاش تحب نتعامل مع واقع بطريقه اللي هي مثاليه اللي هي ما تنجمش تحقق لي المساله هذه في الواقع نتاعي نسبيا. المساله الاخيره اللي هي المجتمع والمناخ السياسي، كما حكيت الحكايه هذه ما عمرها باش تكون شعبيه، باش تواجهها رفض كبير برشا، الناس باش تعرف في الشارع، وعلى الاغلب باش يصير لها كيما القرارات الثوريه نتاع باش نقصوا ولا باش نسكروا بنقلتين ولا باش نقفوا على شو اسمه باش نقفوا على التهريب 100% وكل القرارات اللي هي باش نقفوا على الدروس الخصوصيه بصفه عامه وكل شيء، ورده الفعل ممكن تكون عنيفه اكثر خاصه الحكايه هذه على خاطرها ما تمسش فقط معناها نسبه بسيطه من المواطنين في مدينه ولا بلاصه معينه، تهم الشباب اللي هم في الجمهوريه كلها. وعلى خاطرنا احنا نعتقدوا كون السياسه هذه باش تدور الادارات المؤسسات العموميه نتاعنا وباش تدور المبدا اللي هو يخلي كون المؤسسات العموميه نتاعنا تولي معنا استراتيجيا في مرحله ما بعد سنوات حاجه يتعمل عليها وعندها منافسه للقطاع الخاص وتقدم حاجه ذات معناها كاليتي باهيه، وعلى خاطرنا نعتقدوا كون المساله هذه باش تهيج الشباب وباش تهيج المنظمات الشغيله وكل شيء وباش تخلي المناخ السياسي يزيد يتردد اكثر على اكثر ما هو متردد تو، على خاطر نعتقدوا كون الحكايه هذه باش تدور المجتمع والمناخ السياسي بدور بصفه عامه، ونحن نعرضوا هذه السياسه وشكرا. السلام عليكم، تحيه متجدده لزملائي في فريق الحكومه والموالاه والمعارضه الجمهور الكريم. اود قبل ان احاصل ان اعقب على ما قلت صديقي، صورت صديقي وقف الانتداب وكانه لا نزيد من مواطن، صورت وقف الانتداب على اساس وانه لن يكون هنالك مواطن شغل جديده، في حين انه بينا انه على العكس، فحين معناه فعندما سوف نوقف الانتداب سوف يكون معناه سوف نتحصل على فائض من الاجور دون انتاجيه، يعني ما يجيش مش لوجيك انه نخلصهم ماهيش تخدم ما فماش انتاجيه ونخلصهم يعني قاعدين نخسروا وقت نوقف الانتداب في الوظيفه العموميه كزايد هذاك الكل باش نتحصلوا عليه باش نجموا نعملوا به استثمار. ولعل من افضل الحلول التي معناها خلتنا نشوف في هذا معناها في هذا المسار انه نسعى الى وقف الانتداب هو فتح المجال امام الاستثمار الخاص، يعني هذا
حل اخر يعني الاستثمار الخاص. سامح لي قلت انه يعني اشرت الى الكفاءات الطلابيه، سامح لي الكفاءات الطلابيه بين اساتذه. عندنا الوضع الواقع يقول انه عندنا لمده 20 سنه الى الامام اساتذه، يعني الاساتذه اللي يتخرجوا طول شو يعملوا. الواقع يقول انه صحيح يعني، وهذا راجع الى يعني المنظومه التعليميه، ربما من نوع في هذا ادعو الى مراجعه المنظومه التعليميه اللي معناها تخرج في عباد بالضروره تلزمهم مش انهم يلقوا وظيفه في الوظيفه، معناها خدمه في الوظيفه العموميه، وهذا غلط. دونك انا ادعو الى مراجعه المنظومه التعليميه باش ما نقفوش، باش ما نوصلوش الى يعني الى وقف الانتداب، واللي قلت اشرنا منذ البدايه انه سوف يكون نتيجه حتميه، يعني الى متى سوف تحتمل المؤسسات العموميه معناها الكم الهائل من الخريجين، الى متى سوف تحتمل؟ هذه مجرد معناها حلول نمشيو فيها مع بعضنا، منها كنا الاستثمار الخاص، يعني الخاصة وكيف يعني الاستثمار الخاص، يعني هذا معناها ما ظهرت فيه الدولة انه مشاريع خاصة يعني حل، يعني فعلا هو حل، يعني مش بالضرورة انه معناها ما نحسوش رواحنا، يعني معناها طالب تخرج على اساس انه استاذ ما يبقاش يستنى، سينو باش يوفر شيء ومش باش يلقى خدمة معناها. ولهذا نحن مع معناها وقف الانتداب لانه الحل، لانه سيمكننا من توفير فوائد يمكننا ان معناها نستغلها في الاستثمارات، معناها في توفير مواطن شغل جديده. حاجه اخرى قلت انا ما قلتش نحيهم يعني موجودين في الاداره، ما قلت ما نزيدوش عليهم، لانه العقليه السائده هي عقليه المسمار في حيط اللي اشرت لها، وعقليه معناها المسمار في حيط ما يهمنيش وكذا. حتى اللي باش نجيبوه جديد والكفاءات اللي حكيت عليها سيادتك من الجامعات باش تتاثر بهذا، وباش معناها باش نعاودوا اننا نمشيو في نفس السيركوي، وباش نعاودوا نوصلوا وباش نوصلوا للنتيجه الحتميه، وقف الانتداب بالصفه علينا مع عجز، وقتها راهو ما عادش باش نسموا لا استثمار لا تشغيل، ووقتها باش نوصلوا للاحتجاجات، وقتها باش نوصلوا للفوضى، وقتها باش نوصلوا الى ما يحمد عقبات. دونك اعيد واكرر، وعلى هذاك نحن مع وقف الانتداب، ولكن وقف الانتداب لانه باستراتيجيه واضحه ورؤيه واضحه، ما نحبوش نوصلوا فيما بعد للنتيجه الحتميه التي كما قلت سوف نصلها اجلا ام عاجلا. وشكرا.